Salam alaikum, ya Henry. Alaikum wassalam, ya John. هل أنت متخصص في العلوم السياسية؟ لا. أنا متخصص في التاريخ. هل أنت أحب كلية التاريخ؟ نعم. في الحقيقة، أمي يدرس التاريخ. أهلاً، أمي وأسرته تسكنون في مصر. ممتاز. أتذكر صديقي طفولة محمود هو مصري. أين يسكن أهلاً؟ هو ضابط في الجيش المصري وزوجته يدرس في مدرسة الابتدائية. ألا يدرس والدك؟ لا، والدي وابن عمي يعملون في الأمم المتحدة. فهلان يعمل خالتي الأمم المتحدة. تسافر في مصر ومروك ولبنان. مروك؟ كنت أسكن في مروك قبل الجامعة. هل تتذكر مترجم هي اسمها إليزابيث؟ لا، المنطقة مروك كبير. حبيبتي، مع السلامة جان. مع السلامة يا هنري.